بلغ اليهود شأنا عظيما في النفوذ على عهد عبد الحق الماريني آخر سلطان الدولة المارينية، وكان هارون بن بطاش اليهودي المغربي الذي أصبح كل شيء في الدولة، والحاكم الفعلي والمسؤول الأول عن تسيير شؤون الدولة المارينية في آخر أيام حكمها بالمغرب. بعبارة بسيطة، أصبح ملك الدولة الذي يتحكم في كل شيء ويصدر القرارات. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على شخصية هارون بن بطاش، وكيف توغل في البلاط المريني، وكيف أصبح الحاكم الفعلي للدولة المرينية في ظل ضعفها، وكيف تحكم اليهود المغاربة في تسيير شؤون الدولة المرينية. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى الثقافي والتاريخي. كان هارون بن بطاش بمثابة الممول الأساسي لحكم السلطان الماريني، بحكم علاقته بكبار التجار اليهود الذين كان يعدهم بالنعيم أو يهددهم بجحيم غضب السلطان الذي كان في حاجة ماسة لنشر حكمه وبسط سلطانه ودحر خصومه. وقد أوحى الوزير اليهودي هارون بن بطاش أن لا حكم مستقر في ظل استمرار مزاحمين في الحكم من أقرباء المولى عبد الحق الماريني الذي سوف يخطط لأكبر مذبحة في حق أفراد أسرته ممن اعتقد بقدرتهم على مزاحمة سلطانه والمطالبة بالعرش، وهو ما جلب عليه غضب الناس من جبروت السلطان ومساعده اليهودي، والذي أصبح هو الحاكم الفعلي بمدينة فاس. وهو اليهودي هارون بن بطاش. تروي نصوص تاريخية أن عبد الحق الماريني ترك اليهودي يقبط من أهل فاس المغارير، أي الجبايات والضرائب، فكان يقبض الضرائب من السكان ويشدد عليهم ويبالغ في الضرائب التي لا تعرف كلها طريقها إلى خزانة السلطان. فاستاء سكان مدينة فاس من بطش هارون بن البطاش ورفيقه شاويل، وطاروا في وجه السلطان وحاشيته اليهودية بالزعيم قائد الثورة خطيب القرويين أبو فارس عبد العزيز بن موسى الورياغلي، والذي دعا إلى الثورة على اليهود وإلى خلع السلطان عبد الحق الماريني وتنصيب الشريف أبي بكر عبد الله مكانه. وهكذا تم قتل هارون بن البطاش والسلطان عبد الحق الماريني، فكان ذلك آخر عهد حكم المارينيين. كانت هذه الثورة الكبيرة سببا في نهاية عهد دولة قوية، حيث أنهت 215 سنة من حكم المارينيين في فاس ما بين 1244 إلى 1465، عندما استاء سكان مدينة فاس من بطش هارون وجبروته، وانضم إليهم العلماء ورجال الدين والأشراف في ثورة شعبية بزعامة قائد الثورة أبو فارس عبد العزيز بن موسى الورياغلي، والذي وافته المنية عام 880 هجرية، فدفن بباب مفتوح بفاس، حيث قصده الناس أنذاك واشتكوا إليه ظلم السلطان والطغيان وتحكم اليهود في أعمال المغاربة، فقام بثورة شعبية كبيرة ضد اليهود وضد السلطان، أدت إلى القبض على السلطان عبد الحق الماريني بعدما نصبوا له كمينا لجلبه إلى فاس، حسب ما تؤكد بعض المصادر التاريخية، رغم أن هارون نصحه بعدم العودة والذهاب إلى مدينة مكناس. بعد عودته لفاس مباشرة قبض الثوار على السلطان عبد الحق الماريني ووضعوه على ظهر بغلة عرجاء، وأهانوه أشد الإهانة أمام العامة، ونزعوا خاتم ملكه. وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من رمضان من عام 860 للهجرة قطعوا عنقه ودفنوه ببعض مساجد البلد الجديد، ثم قاموا بنقله ودفنه بعد ذلك في القلة. وبذلك سقطت دولة بني مرين إلى الأبد، ونصبوا أحد الشرفاء الكبار
وهو نقيب الأشراف الأدارسة أبو عبد الله الحفيد محمد بن علي بن عمران الجوطي حاكما على مدينة فاس. ومن هنا ظهر فرع آخر من المرينيين من غير سلالة عبد الحق المريني الثاني، وهم الوطاسيون والذين حكموا المغرب لفترة من الزمن. وقد تم بالموازاة إعدام هارون بن البطاش بقطع رقبته في ثورة سنة 1465، إذ كان يعتقد الثوار أن اليهودي هارون بن بطاش هو الحاكم الفعلي والملك الذي يسير شؤون البلاد في الظل وفي الخفاء، وهو من يملي على السلطان أفعاله. وبعد وفاته تعرض الكثير من اليهود إلى القتل والذبح ومصادرة أملاكهم وأموالهم، من بينهم شاول بن البطاش الذي بطشوا به في بداية الثورة، كما أجبروا العديد من رموزهم على اعتقال الإسلام ولم يتمكنوا من العودة إلى ممارسة دينهم بشكل طبيعي إلا في عهد محمد الشيخ الوطاسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.